هذه النشرة. تسلم رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز صباح اليوم بالقصر الرئاسي أوراق اعتماد عدد من السفراء فوق العادة وكامل السلطة لبلدانهم لدى بلادنا. يتعلق الأمر بسفراء الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وجمهورية بنين ومملكة بلجيكا. احتضن القصر الرئاسي مراسم تسلم رئيس الجمهورية السيد محمد ول عبد العزيز أوراق اعتماد سعادة السيد مايكل دودمان بصفته سفيرا فوق العادة وكامل السلطة للولايات المتحدة الأمريكية لدى بلادنا. حضر مراسم تسليم أوراق الاعتماد السادة سلكو الأحمد زيدبي وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أحمد الباهية مدير ديوان رئيس الجمهورية، محمد سالو المرزوق مكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية، مريم منتوفا السفيرة مديرة الشؤون الآسيوية والأمريكية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون. وخص رئيس الجمهورية الدبلوماسية الأمريكية بمقابلة تولت أوجه التعاون المثمر القائم بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بتعزيزه في مختلف المجالات. En exprimant mon honneur d'être dans votre beau pays aujourd'hui. أود أن أعرب لكم عن كامل شرفي بوجودي هنا في بلدكم الجميل بصفتي سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ويشرفني ببالغ السرور أن أنقل إلى شعب موريتانيا تحياتي واحترام شعب الولايات المتحدة. لقد أنهيت للتو لقاء مع رئيس الجمهورية السيد محمد ول عبد العزيز، وخلال هذا الاجتماع تعهدت له بالعمل من أجل تحقيق مصالحنا وأهدافنا وتطلعاتنا المشتركة. ففي الماضي أنشأنا شراكة فعالة في العديد من المجالات من بينها الأمن وزيادة فرص الرخاء، وأعتقد اعتقادا راسخا بأن السنوات المقبلة ستوفر مزيدا من الفرص لتعزيز هذه الروابط لا سيما في ميدان التعاون الاقتصادي. وأكدت بوضوح للسيد الرئيس من جديد التزام الولايات المتحدة القوي بالبناء على ما حققه البلدان معا من أجل النهوض بمصالحنا المشتركة في مجالات الأمن والازدهار وسيادة القانون لجميع مواطني بلدينا العظيمين. وأود أن أؤكد أنا والسيد حرمي من جديد على شرفنا وسرورنا بأن نكون هنا في موريتانيا، كما أنني أتطلع إلى التقاء والعمل مع الموريتانيين بمختلف مكوناتهم. كما تسلم رئيس الجمهورية السيد محمد ول عبد العزيز بالقصر الرئاسي أوراق اعتماد سعادة السيد توماس ريلي بصفته سفيرا فوق العادة وكامل السلطة للمملكة المتحدة لدى بلادنا. حضر مراسم تسليم أوراق الاعتماد السادة سلكو الأحمد زيدبي وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أحمد الباهية مدير ديوان رئيس الجمهورية، محمد سالم المرزوق مكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية، عبد القادر المحمد مدير الشؤون الأوروبية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون. وخص رئيس الجمهورية الدبلوماسية البريطانية بمقابلة تناولت مسيرة التعاون المثمر القائم بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بتعزيزه في مختلف المجالات. On a parlé des sujets de la sécurité régionale. أنا كنت سعيدا جدا أن أجلس مع فخامة الرئيس بصفتي سفيرا لبريطانيا في موريتانيا. لقد مكنني اللقاء من الحديث حول مواضيع الأمن الإقليمي وأهمية تطوير العلاقات التجارية بين البلدين، وحول العلاقات الثقافية خصوصا موضوع اللغة الإنجليزية. ستشهد المرحلة المقبلة تطورا مضطردا بحيث تصبح علاقاتنا أكثر عمقا وفاعلية. كما آمل في المستقبل أن يتم تعيين سفير بريطاني بشكل دائم خدمة لهذا التوجه. أنا مرتاح جدا للمقابلة التي أجريتها مع فخامة الرئيس. وتسلم رئيس الجمهورية السيد محمد ول عبد العزيز كذلك بالقصر الرئاسي أوراق اعتماد سعادة السيد سيرج دانيون بصفته سفيرا فوق العادة وكامل السلطة لجمهورية البنين لدى بلادنا. حضر مراسم تسليم أوراق الاعتماد السادة سلكو الأحمد زيدبي وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أحمد الباهية مدير ديوان رئيس الجمهورية، محمد سالم المرزوق مكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية،
الحنش والكتاب مدير الشؤون الإفريقية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وخصه رئيس الجمهورية الدبلوماسية البنينية بمقابلة تناولت أوجها علاقات التعاون المثمر القائم بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتعزيزه في مختلف المجالات. Bien effectivement de présenter l'aide de créance à monsieur le président de la République islamique de Mauritanie. قدمت أوراق اعتمادي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز بصفتي سفيرا فوق العادة وكامل السلطة لجمهورية بنه. تعلمون أن علاقات التاريخ المشترك بين الشعبين الموريتاني والبنيني تعود لأمد بعيد، ويشهد التنسيق السياسي بين الجانبين حيوية ملحوظة وديناميكية، كما يشهد التعاون في المجال الاقتصادي دفعا مهما بفعل المصالح المشتركة خصوصا في مجال الصيد والمعادن. وهناك جالية معتبرة لبنان في نواكشوط ونواديبو، كما أن هناك جالية موريتانية مهمة في بنان. أشكر السلطات الموريتانية على كرم الضيافة وما قدم لي من تسهيلات. كما تسلم رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز بالقصر الرئاسي أوراق اعتماد سعادة السيد مارك أنترانسيو بصفته سفيرا فوق كامل الصال لمملكة بلجيكا لدى بلادنا. حضر مراسم تسليم أوراق الاعتماد السادة إسلكو الأحمد زيد بيه وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أحمد الباهية مدير ديوان رئيس الجمهورية، محمد سالم المرزوق مكلف بمهام برئاسة الجمهورية، عبد القادر المحمد مدير الشؤون الأوروبية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون. وخصها رئيس الجمهورية الدبلوماسية البلجيكية بمقابلة تناولت أوجها علاقات التعاون المثمر القائم بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتعزيزه في مختلف المجالات. C'est toujours un plaisir de présenter au président public. أنا مسرور جدا بتقديم أوراق اعتمادي لفخامة الرئيس السيد محمد بن عبد العزيز باسم صاحب الجلالة الملك فيليب عاهل بلجيكا، وهذا أمر مهم بالنسبة لنا حيث نعتبر أن موريتانيا دولة مهمة تلعب دورا بارزا إيجابيا في استقرار المنطقة برمتها، وتسهم بشكل فاعل في التهدئة ومواجهة مختلف المخاطر كالإرهاب والتهريب بمختلف أشكاله. ونحن نثمن بشكل كبير الشراكة مع موريتانيا ومع مجموعة الخمس في الساحل التي أنشئت في موريتانيا بالتعاون مع دول في المنطقة، وهي هيئة إقليمية تدعمها بلجيكا، ونأمل أن تسهم بشكل كبير في استتباب السلم والأمن في المنطقة. كما تسلم رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز صباح اليوم بالقصر الرئاسي أوراق اعتماد عدد من السفراء فوق العادة وكابل السلطة لبلدانهم لدى بلادنا. تعلق الأمر بالسفراء جمهورية ناميبيا، جمهورية تشيك، جمهورية كرواتيا. احتضن القصر الرئاسي مراسم تسلم رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز اعتماد سعادة السيدة باندليني كاينو شينجانو بصفتها سفيرة فوق العادة وكاملة السلطة لجمهورية ناميبيا لدى بلادنا. حضر مراسم تسليم أوراق الاعتماد السادة إسلكو الأحمد زيد بيه وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أحمد والباهية مدير ديوان رئيس الجمهورية، محمد سالم والمرزوق مكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية، الحنشي والكتاب مدير الشؤون الإفريقية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون. وخص رئيس الجمهورية الدبلوماسية الناميبية بمقابلة تناولت أوجه التعاون المثمر القائم بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بتعزيزه في مختلف المجالات. I am very glad and happy to be here in the Islamic Republic of Mauritania. كان لي شرف كبير أن أكون اليوم في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، حيث أتولى منصب سفيرة بلادي في موريتانيا. وكما تعلمون فإن ناميبيا تعتمد على الصيد البحري مثل موريتانيا إضافة إلى المعادن، وهناك إمكانات للتعاون في هذه المجالات، كما أننا نمتلك مختبرا متخصصا في الموارد البحرية. بحثت مع رئيس الجمهورية مجالات التعاون ممكن بين موريتانيا وناميبيا. وتسلم رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز بالقصر الرئاسي أوراق اعتماد سعادة السيد فيكتور لورانس بصفته سفيرا فوق العادة وكامل السلطة لجمهورية تشيك لدى بلادنا. حضر مراسم تسليم أوراق الاعتماد السادة
يسلكوا الأحمد زيد بيه وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أحمد الباهية مدير ديوان رئيس الجمهورية، محمد سالم المرزوق مكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية، عبد القادر المحمد مدير الشؤون الأوروبية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون. وخص رئيس الجمهورية الدبلوماسية التشيكية بمقابلة تناولت أوجه التعاون المثمر القائم بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بتعزيزه في مختلف المجالات. Comme vous le savez très bien, la relation entre mon pays et la Mauritanie se date dès l'indépendance de la Mauritanie. تعلمون أن العلاقات بين بلدي وموريتانيا تعود إلى أيام الاستقلال، عندما كانت التشيك تعرف بتشيكوسلوفاكيا، حيث كانت حاضرة دائما في موريتانيا. وبعد التغييرات أولينا اهتماما كبيرا لتطوير هذه العلاقات، وكان لي الشرف في أن أبلغ فخامة الرئيس ووزير الخارجية أن التشيك ترغب في العودة بقوة، وأن تكون حضورا واهتماما بالتعاون مع شركائها الأفارقة، خصوصا في منطقة الساحل وشمال إفريقيا، وبتطوير العلاقات ليس في المجال الاقتصادي فحسب، وإنما في مجال محاربة الإرهاب الدولي. وأنا على يقين أنه خلال هذه الزيارة الأولى من نوعها لموريتانيا سأتمكن من إثارة كل هذه القضايا مع المسؤولين الموريتانيين، وبالتعاون مع قنصلنا الشرفي الموجود هنا منذ زمن. كما تسلم رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز بالقصر الرئاسي في نواكشوط أوراق اعتماد سعادة السيدة جاسينا ميلتا بصفتها سفيرة فوق العادة وكاملة السلطة لجمهورية كرواتيا لدى بلادنا. حضر مراسم تسليم أوراق الاعتماد السادة يسلكوا لأحمد زيد بيه وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أحمد الباهية مدير ديوان رئيس الجمهورية، محمد سالم المرزوق مكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية، عبد القادر المحمد مدير الشؤون الأوروبية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون. وخص رئيس الجمهورية الدبلوماسية الكرواتية بمقابلة تناولت أوجه التعاون المثمر القائم بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بتعزيزه في مختلف المجالات. D'avoir rencontré votre président. Je suis très honorée aussi d'avoir eu l'occasion de venir voir votre pays. تشرفت بتقديم أوراق اعتمادي لرئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز، وأنا سعيدة كذلك بهذه الفرصة التي مكنتني من أن أكون في بلدكم، وآمل أن تسهم مهمتي في تعزيز العلاقات بين بلدينا الصديقين. ولأن تعاوننا لا يزال متواضعا، فسأقوم خلال فترة انتدابي هنا على تعزيز هذا التعاون، حيث هناك قطاعات مهمة نعتبرها ذات أولوية لتطوير التعاون الثنائي، مثل بناء السفن والمنشآت البحرية، وقد أبلغت فخامة الرئيس اهتمامنا بذلك.